سعيد جدا لحضور هذا المهرجان حول الموسيقى الأندلسية. الموسيقى الأندلسية جزء من التراث وهو تراث مشترك. أنا سعيد جدا أولا بهذا الاهتمام، ولكن بالطريقة التي أصبح يعني يعبر عن الدراسات الأندلسية عموما، ليس باعتبارها جزء من الماضي ولكن باعتبارها فكرة مشتركة وينبغي طبعا أن نعنى بها. فالموسيقى جزء، وأعتقد بأن الثقافة كذلك وعنصر فاعل للحم وربط الحضارات والثقافات. طبعا لا يمكن يعني أن نلقي اللوم على الشباب، لأنه ينبغي أن نحبب لهم هذه الموسيقى بطريقة أخرى. الموسيقى والفن يتطور طبعا، وينبغي طبعا كذلك أن تتطور أساليب أو الأساليب البيداغوجية لعرض هذا المنتوج. فلا يمكن أن نلقي اللوم على الشباب، ولكن ربما على الجيل الذي أنا جزء منه. ندوة علمية تتعلق بالأصالة ديال التراث الأندلسي وارتباطه بالأندلس وإسبانيا. وفعلا كان تدخل ديال الأستاذ الكبير حسن أريد وفوزي السقلي ديال التراث ديال الصوفي، وكانت نظرة حول العلاقة ما بين التراث الأندلسي، وأن هذا التراث هو تراث جماعي، وهو لا يتعلق بالإقليم فقط أو باللغة فقط أو بالتاريخ فقط، بل هو تراث إنساني. وهذا هو الموضوع ديال الندوة العلمية اللي كانت بدار الآلة اليوم، والمنظمة في النطاق على هامش اللقاء 18 لأندلسيات.